انا عندي ليك عروسه تجنن، بس انت جاهز؟ طبعا جاهز. ولقطه لا هتطلب مقدم ولا مؤخر ولا قايمه ولا غيره. اذا كان كده جوزان انا يا استاذ. ايه هتاخد الفلومه دي مني؟ دي بتاعتي، دي فرصتي يا اخوانا. لا داعي للخناقه، احنا نعمل قرعه بينكو وخلاص. والعروسه مين بقى؟ حته ست ادب وجمال وكمال وعائلات، عائلات زمان اللي انقرضت، وشباب بقى الشباب المقدد ده بتاع زمان. عايزين نشوف صورتها؟ بس يعني ما تشوفوش شكلها دلوقتي، تخيلوا اللي انتوا شايفينه ده من 25 سنة فاتت، ايام ما كان كيلو اللحمة بسبعة ساغ. هاي مش باين في المحطة بقالك يوم بحال، انت فين يا ترى؟ يا أستاذ في تحضيرات للبرنامج. طيب خلاص تيجي زي ما تيجي. يلا. هاي يا أستاذ، لقيت ثغرة؟ لسه وتريس يا أستاذ. تريس ايه بس وزفت ايه؟ بعد إذن سيادتك يا فندم، امضاء سعادتك على الفواتير دي. أنا شاكك إن الفواتير دي فيها زيادة. أبداً يا فندم، الشهر اللي فات صارفين نفس الفواتير بنفس المبالغ دي يا فندم. يا هند، هاتيلي الفايل بتاع الفواتير بتاع الشهر اللي فات. لا يكونوا فاهمين يا أستاذ إن مدام رفضنا إن إحنا نزود المرتبات يزودوا هم في الفواتير. اتفضل يا استاذ. حاضر يا فندم. لقيت ثغرة يا استاذ. تريس يا استاذ، تريس. قرب قرب وبص، قرب وبص. انا قاعد من خمسة لخمسة ونص، عروسة حمار وحلاوة. يا رجالة صورتها وهي في كي جي 1، دي بقى يا حلوين صورتها وهي في كي جي 2، دي صورتها وهي في كي جي 77، واحلى حاجه ليها بقى لما كانت عندها خمس سنين. مزه اكيد الست دي فيها عيب. عيب؟ يحترم نفسك، احنا لسه عاملين لها عمره في تايوان السنه اللي فاتت، كل ما اتغير بقت على الزيرو. اكيد مجنونه. يلا يا عم انت اهو. الله الله، مش كده يا رجاله؟ طب استنوا بس هقول لكم في ايه تاني. بقول لك ايه، ما تجرب الناس اللي جوه. يا عم اللي جوه دول صحابي، واللي مرضوش لنفسي مرضوش لاصحابي. فيهم دكتور حكيم صحه محترم قوي، بقاله سنتين بيدور على عروسة يسلم الوفاة، ما انت عارف. مساء الخير يا ابو الوفا. مساء الخير يا استاذ هايم. ازي صحتك واخبار الجواز ايه؟ والله لسه بندور على بنت الحلال يا استاذ هايم. طب يا ترى عملت لي ايه في الموضوع اللي كنت قلت لك عليه؟ موضوع ايه؟ مش فاكر يا مؤاخذة. انت نسيت؟ امال دكتور صحه ازاي؟ فكرني يمكن افتكر. يعني الموضوع اللي قلت لك عليه من فتره. موضوع ايه؟ ما انت طول ما انت لاوح وشك هناك مش باصص هنا مش هينفع. ايوه فكرني. يعني يا عم انت قطعت على نفسي ليه؟ بص في الصوره دي وقول لي ايه رايك. يا استاذ انا مدور وشي عن الصوره دي خالص، مش عايز اشوفها. ليه؟ انا بصفتي حكيم صحه قديم مطلع لها خمس شهادات وفاه للجواز اللي مات على مدار 22 سنة، خمسة جواز عماتهم، اللهم احفظنا. في ايه يا حي؟ مالك متعصب كده ليه؟ في ايه؟ بتخميني؟ بتضحك عليا؟ دي أمك مموتة خمس رجالة في 22 سنة. يا أمك دي ايه؟ كوليرا؟ عيب يا حي، ما تتكلمش عليها بالشكل ده، ما تنساش إنها هتبقى حماتك. وبعدين بقول لك ايه؟ ما تجيبش سيرة عن الموضوع ده خالص لأي حد، فاهم؟ هو انا اجرؤ اجيب سيرتها لحد؟ وبعدين امك مشهوره، مشهوره معروفه. بقول لك ايه، كلميني بعدين، ربنا يسهل في القتيل اللي جاي ده. اهلا يا ام خويسي. ازيك يا زهير؟ ازيك يا راجل؟ تقعد تقعد استريح. ازيك؟ ازيك يا ام خويسي؟ وايه اخبار اشعارك الجميله؟ والله قرفان يا استاذ هايب، الواحد ما عادش ليه نفس يجي القهوه، عيشه بقت تزهق حاجه تقرف. ليه بس يا ام خويسي؟ لا هدمة نظيفة ولا لقمة عليها القيمة، وآخرة المتمة جايبين لي عروسة عندها 50 سنة،
قلت ماشي، اي حاجه تقضي الغرض وخلاص. يوم المفتريه عايز انا اجيب لها اوضه نوم جديده بدل اللي عندي. ايه اوضه نوم؟ ايه اللي تزوق دي؟ هي جت تتجوز ولا جت تنام؟ وبعدين انت عايزك واحده دايما قلقانه، مفيش حاجه النوم يمكن لفرق. انت عايزك واحده تنام وعلى الواقف زي الحصان كده. يا راجل ده اوضه النوم دلوقتي ب 15000 جنيه، بتقول لي العروس عندها 50 سنه؟ يعني ده كده ما تسويش حق المول حتى. يعني انا كده ما افتريتش؟ لا يا راجل، عيب عداك العيب ده، انت كده ربنا نجاك. بعدين كنت تقول لي يا راجل ده انا صديقك. اقولك ايه بس، الست اليومين دول هي اللي بتدفع. الست عايزه ايه؟ عايزه راجل يحميها ويصونها. و انا عندي طلبك، بس قوم نتكلم بعيد شويه عشان الحساد. عندك حق، بس الليله نقرا الفاتحه ونخلص ان شاء الله. راح فين يا استاذ هايم؟ انا رايح ادفنه. لا 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 لا، اطمن خالص، عندها كل حاجه، الصالون والانتريه واوضه النوم، وعندها حمامين ومطبخ ومغسله. مغسله؟ مغسله تنتريلي بالكهرباء. المهم كاتب الكتاب يبقى النهارده باسرع ما يمكن. دي نايمه على قرشين حلوين قوي. ايوه برضه القرشين حلوين يا استاذ هايم. الله، دي حلوه قوي. ايوه بس مش هي دي، التقل جاي ورا. اتفضل 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 اتفضل. ازي حضرتك؟ الحمد لله. في فاتورة ورد يا فندم. نعم، ورد ب250 جنيه. 250 جنيه ورد؟ أنا ما بشمش. تعال يا ابني. أيوة يا فندم. مين خد منكم الورد ده؟ أستاذ هايم. هايم؟ يقطع هايم وسنين هايم يشم ورد ب250 جنيه؟ يظهر كده والله أعلم عشان حفلة خطوبة. خطوبة؟ اديله ال 250 جنيه وبعدين ابقى اخصمهم من مرتبه. ما ينفعش يا استاذ. ما ينفعش ازاي؟ لان البند رقم 8900 بيقول ان اي مصاريف لاي مناسبات بتبقى على حساب المحطه، والخطوبه مناسبه. يعني اعمل فيه ايه؟ اقتله؟ تريس يا استاذ، تريس. هتريس. وبعدين تعال هنا، خطوبه؟ خطوبة على مين؟ لا يكون خاطب دنيا من ورانا. ها طيب، انا ادفع له ثمن الورد ليه؟ ناقص كمان ادفع له مصاريف العيال اللي هيخلفهم لما يجوا يدخلوا المدارس. هند. ايوه يا فندم. شوفي لي الانسة دنيا فورا. بزمتك يا انتصار هانم، ايه رايك فيه؟ مش تحفة؟ بصراحة كده أنا مش عاجبني الاسم، وأنا كل يوم لما هنجي هقول له يا خويسكي. لا بقى يا ماما، مالكيش حق، ده عريس لقطة، وبعدين ما تفوتيش الفرصة دي بقى. يا ستي ما بلاش تقولي له يا خويسكي، دلعيه قولي له يا مصيبتي. وبعدين ما غشكيش بقى بصراحة، هو شكله معفن بس أصيل. يا هايم، أنا عايزة واحد يهنيني يدلعني يقول لي كلام ويملى بيه وداني كلام حلو. ده محضر لك شويه اناشيد، قعد يسمعني شويه منهم على القهوه. اسمك واحده مطلعها كده بيقول انتصار يا انتصار انت فطيرتي، ايه القمر ده يا حميرتي. حميرتي ايه؟ دي عاملها في عيد ميلاد حماره بتاع واحد صاحبه. بالعكس، نشيد جميل قوي وكلامه عذب. خلاص خليه يكملها واعتبريها يا ست هدية جوازك. وبعدين بقى يا جماعة، الراجل تحت زمانه قلب. ها ايه الأخبار؟ قلت ايه يا طصة، موافقة؟ اللي تشوفه. ما تحرجونيش بقى، اهو خويسك في اليد ولا خمسة على الحيطة. سهلا يا هاني، اهلا وسهلا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ عمك يا استاذ هاني،
شوف اللي حصل لي، اعمل ايه بقى دلوقتي؟ هروح اغير هدومي واجي. لا 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 تغير فين، المأذون زمانه جاي. الراجل عايز يروح يغير البلطو الكاكي اللي لابسه ده دلوقتي، وبعدين لو خرج مش هيرجع. طب وبعدين هنجيب له هدوم منين دلوقتي؟ شوفوا اي بدله فوق من بدل المراحيم يلبسها. خش الاوضه بتاعتي، افتح الدولاب ونقي له حاجه تنفعه كده. يا استاذ هايل، مراحيم ايه دي؟ مراحيم عمومي؟ لا يا راجل مش مراحيم عمومي. لا لا لا، هتلاقي حاجه هتفهم كل حاجه بعدين. ممكن افهم دلوقتي؟ ما ينفعش دلوقتي، هتفهم في وقته ان شاء الله. تعالى نغير الكيكي ده. يلا. شو بقى، نقي لك بدله حلوه كده بتاعت اي حد من اللي متعلقين في الصور دول، وانا هروح اجيبها لك من الدولاب عيد. ايه دول؟ الصور مين دول يا استاذ هايل؟ المراحيم. استاذ هايل انا اخويا صدري طبع عليا ومش عارف اخد نفسي، بعد اذنك اروح للمرحوم امي. انت بعد ما هتتجوزها هتروح لامك عدل. مش عارف اخد نفسي، نفسي اتكرش شويه هوا. طب اطلع في البلكونه شم شويه هوا وتعال. طب حاضر. الخوسكي راح فين؟ طلع البلكونه يغير هوا وجاي. يا لهوي، طلع البلكونه؟ دي البلكونه عايزه تترعم من قايله للصوت. قايله للصوت؟ يا لهوي، ايه ده؟ في ايه؟ المرحوم السادس. ربنا ينتقم منك يا هايم، ربنا ينتقم منك يا هايم يا ابن ام هايم. يا عيني عليك يا خوسكي يا متدلع يا اخر العنقود. يا عيني عليك يا خوسكي يا متدلع يا اخر العنقود، يلي كان نفسك تدخل دنيا وتشوف لك مولود. جوزوك انتصار يا خوسكي، جوزوك انتصار يا خوسكي، واللي يدخل لها يخرج منها مفقود. صدقت يا حلم، مفقود مفقود مفقود. يا عيني يا خوسكي. اجيب لك ايه يا شاعر؟ يعني هتجيب لي ايه في الظروف اللي انا فيها دي؟ هاتلي حقنه مسكنه. يا عيني عليك يا خوسكي يا متدلع يا اخر العنقود، دي اخرتها برضه يربطوك في عمود. وما ينفعش الطابور الخامس اللي امك معلقاه على الحيطه جوه ده. خلاص بقى يا عيني حبيبي، ما تعصبش نفسك. اعصب نفسي وهدي نفسي ايه؟ ده الراجل خويسكي كان هيروح في الانقاض، ده كان هيموت مجرد ما دخل الاوضه. يا عيني يا خويسكي. يا ولاد، يا دنيا، يا هايم، انتوا في ايه؟ بقولك ايه يا هايم، بقولك ايه، هو الخويسكي بعد فتره النقاهه هيجي ويكتب الكتاب؟ الخويسكي خرج ولم يعد، الخويسكي راح. انسي خويسكي. خلاص بسيطة، يبقى تشوف لي عريس غيره. فيش غيره غيره، سيد المكواجي. انت بتقول ايه يا هاي؟ مكواجي ده زريضي. خلاص انتوا احرار، مفيش بقى جواز هيتم ليكوا الا بعد جوازي انا، فاهمين؟ عن اذنكوا. يو بقى، هي هاي ايه بقى، هنعمل ايه دلوقتي؟ امك دي لو كانت عندها املاك، ورثه، فلوس في البنك، حاجات كده، كانت المساله بقت هينه. املاك وفلوس في البنك؟ مين قال لك ان امي فقيره؟ دي امي ورثه خمسه. ورثه خمسه ازاي؟ استنى بس هوريلك. بص يا سيدي، من الاولاني ورثه جراج عربيات. ورثة من التاني مقلب زبالة. بالظبط كده. والتالت؟ التالت أرض تراب بتقسمها. وآدي الرابع، ورثة منه محجر. أما بقى الخامس، أرض في الصحراء عاملاها سجن بتأجره لوزارة الداخلية، دي ناوية تحبس البلد كلها. ها إيه رأيك بقى، ده غير أرصدتها اللي قد كده في البنك. هاتي دول كده خليهم معايا، اهي حجة تدعم اقوالي لحين اقابل العريس المناسب. انا لو اتجوزت دنيا هايم اللي هو هايم بيها
عيله اكتئاب ينهار يعيا يخش المستشفى، ساعتها مش هيقدر يقدم البرنامج، وساعتها برضو العقد يتفسخ من تلقاء نفسه بناء على البند رقم 1440. بيقول كده. خلاص قلتش منه دنيا. عطشها؟ عطشها ازاي بقى؟ معقول؟ معقول يا استاذ محب مش عارف تقول لها كلمتين حب؟ ده انت بتاع قناة كيوبيد، قناة الحب، واسمك محب. انا اصلا من كتر ما حبيت دماغي فضي، خلاص ما بقيتش اعرف اقول كلام في الحب. خلاص لين دماغها. دنيا ما يمشيش معاها الاشعار، دنيا دماغها حديثة. خلاص خش عليها بالطريقة الحديثة. بالطريقة الحديثة؟ الكلام البليلة لضرب الأدمغة التقيلة. وضح يا خليل، بليلة ايه وتقيلة ايه؟ قول لها عربيتك القديمة هغيرها لك، عينها في منصب كبير في القناة، جيب لها شقة فخمة. شقة بس ده هيكلفني كتير. اوعدها اوعدها وبس. اه صح، اوعدها وبس، انا ملك الوعود. انسه دنيا، استاذ محب طلب حاجه. عاوزني في ايه الاستاذ محب؟ مش عارفه. طب ده انا عندي برنامج دلوقتي ولسه لا وضبت شعري ولا ظبطت مكياج. ارجوكي يا انسه، انا مش ناقصه جزايقات وحرق دم. حاضر، لما اشوف اخرتها معاك ايه يا استاذ محب. بصراحه قلبك مش مشغول بأي شخص. اللي يا فندم السؤال ده؟ من فضلك جاوبيني، يعني قلبك مش مشغول بأي شخص حالم هايم؟ بصراحة يا فندم ده سؤال شخصي وأحب أحتفظ بإجابته لنفسي. معلش يا دنيا، أنا عايزك أصلا تجاوبيني لأني بحبك وعايز أتجوزك. نعم؟ انت بصراحة فاجئتني يا استاذ محب. يا جميلة، هجيب منين جزر دلوقتي؟ ما تقلقيش، ان كان على الجزر الجزر موجود. اصلا انا بصراحة كاتم في قلبي وساكت من زمان، فده عمل لي توتر، فاحنا اول ما هنتجوز حيزول التوتر. طيب يا فندم، بس يعني هي الحكاية عايزة شوية. انا مستعد اقدم لك مهر 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ وشقتي اللي على النيل هكتبها باسمك. وشقة كمان؟ وعربيتك هغيرها لك واجيب لك احدث موديل. يا سلام، هتغير لي العربية كمان؟ بس قولي بس ازاي بسرعة كده يعني؟ قولي وخليها على الله، ده الامن بقك نعمة واللقة تزيل النعمة. اوعى تكوني قلتي ايه بس يا هايم؟ انا خايف يكون قدر يغيرك بالحاجات اللي قالك عليها دي. انت شايفني غبيطة؟ ده انا دماغ. هو يا حبيبتي انا كل العربية والمهر والشبكة وكل الحاجات دي هجيبها لك وزيادة كمان. ازاي بقى يا هايم؟ هو انت حيلتك حاجة؟ انا معايا 10,000. يا دي ال 10,000 جنيه يا هايم اللي انت بتتكلم عنهم دول؟ وبعدين يا حبيبي انا بحبك، عشان كده انا وافقت ان احنا نقعد عند ماما. صح، معلش بتوهوش، بس انا عايز اعرف ايه السر اللي خلاه يقرر فجاه انه يتجوزك؟ اكيد في سر. انا برضو بقول كده، اصل محب ده راجل مش سهل. طبعا مش سهل يا ماما، ده تعبان. انت عارفه انه متجوز 39 مره ونص؟ 39 مره ونص؟ ايه النص ده؟ دي واحده قصيره ختم بيها وينقيهم أرامل كلهم، يلهف القرشين منهم ويزحلقهم. انت عارف يا هايم، انا حاسة كده ان هو عارف ان في قصة حب بيني وبينك، عشان كده عايز يوقع بينا. عايز يحطم اجمل قصة حب في التاريخ والجغرافيا. لقيتها. هي ايه دي اللي لقيتها؟ المستندات. اهلا يا سيهاي، ايه الغيبة دي يا راجل؟ أنا بصراحة جاي أهني وأبارك. ألف مبروك يا أستاذ محب. مبروك على إيه؟ الله يا راجل، ده الحكاية مالية الدنيا،
ايه فاهم ان في حاجه بتستخبى؟ ايوه ايه بالظبط؟ حكايتك انت والانسه دنيا دنيا؟ انت عرفت الموضوع ده ازاي؟